السلام عليكم، حياكم الله. حبيت أدردش أنا وياكم شوي، ويا ليت ما نحط الثقة إلا عند أهلها وعند اللي يستحقونها. أولا لازم نوضح بعض النقاط. ليس جميع المقاولين نصابين، وليس جميع المقاولين صادقين. هذه لازم نتفق عليها في البداية عشان ما نعمم لا كذا ولا كذا، لا نقول كلهم صادقين ولا كلهم خربانين. هذه في البداية، إذا اتفقنا عليها كملنا. الشيء الثاني، لا تتكل على المقاول. مثلا جيت الآن وبنيت لك عظم، بيت عظم يعني بلك وسمنت وحديد، لا تتكل على المقاول أنك بتخليه هو اللي يمتر لك عشان تعرف التكلفة. قصة صارت لي أقولها لكم، لكن بعد بعض الأحداث اللي وصلتني حقيقة. واحد من الشباب يسولف علي، يقول بنيت لي بيت، يقول أول ما خلصت، يقول عظم، أول ما خلص المقاول كنت متفق أنا وياه المتر ب400 ريال، كل شيء عليه هو، مالي شغل. يقومه له يعني بلك بس، حديد وبلك وسمنت، يعني مثل البيوت اللي تشوفها هذه عظم، هذه لتوضيح اللي معروفه يعني العظم وشو. يقول فاتفقت أنا وياه ب400 ريال، واشتغل الرجال. لما انتهى يعني طلع معه تقريبا دورين وملاحق وغرفة فوق وكذا، يقول طلع معه تقريبا يعني نقول 700 متر كمثال. يقول الحاصل جوه لما خلص مرة في النهاية، وقال لي الله الحساب، انت عطيتني الدفعات الفلانية وكذا، وباقي الدفعة الأخيرة اللي هي بعد الانتهاء. يقول قلت له ابشر، كم طلع الحساب؟ يقول طلع معك كذا متر، والمتر ب400، وقام يضرب ويقسم. يقول خلصوا، يقول والله اني جيت بعطيه الدفعة النهائية هذه. يقول بس سبحان الله ألهمني الله اني اقول له اصبر علي شوي. يقول قال خلاص، ما يعني من باب الثقة، خلاص ان شاء الله يوم يومين، قال ابد يومين وبرد لك، ابا اجيب لك الفلوس. يقول قال المقاول خلاص انتظرك يومين سهلة. يقول قلبي ما ارتاح، يقول والله واروح للمكتب الهندسي اللي هو اصلهم، هذول المكاتب الهندسيه هم اللي تروح تفصل عندهم المخططات. يقول اروح لما وادخل عليه، قلت عندي عظم توني بانيها، بيك تجي تحسبه لي تكلفه العظم هذا، المتر ب400 والجدار بالقيمه الفلانيه وكذا كذا. يقول اعطيه تفاصيل العقد اللي صار بيني وبين المقاول. يقول قال خلاص، جاء يقول وخذ الأمتار، هو معه يقول بعد واحد يمسك معه شو اسمه هذا المقياس المتر، وخذوا الأطوال وقعدوا لهم يقول ساعتين يمترون أو ثلاث. يقول طبعا اتفقت أنا إياه ب250 ريال، بس تخيلوا يجي ياخذ الأمتار ويطلع لك المقاييس ويطلعها لك في أوراق مفصلة تفصيل ممل ومختمة ومصدقة ب250 ريال، يعني قيمة أقل من متر، المتر ب400 مزينه. فيقول وبعد والله بعد يومين اتصل علي قال تعال خذ أوراق هذه جاهزة. يقول جيت وخذت الأوراق، يقول اكتشفت أن المقاول زايد علي 15,000. 15,000 يعني إذا كان البيت عظم يكلف تقريبا 200 مثلا 215، يعني زايد على 215,000. هو تقريبا هو كذا يكلف، يعني يكلف 200 250 300 على حسب المساحة. فإذا كان مكلف مثلا 250 ذب منها 15,000، مبلغ مو بسهل وبدون أي حق هذا منك. فيقول انصدمت حقيقة في المقاول، وكانت عندي فيه ثقة عمياء. يقول رجعت لمه وحسبت اللي كم عطيته قبل دفعات، وحسبت كم باقي له، وجيت ومديته له. قال طيب الباقي؟ يقول باقي 15. قلت 15 هذه من حقك، شف المكتب الهندسي، جاء وطلع معي وحسب، وهذه الأمتار وهذا هم صدق. يقول بلع لسانه ولا قال ولا كلمة، قال خلاص خلاص اللي تشوفه. يقول ومشى. يقول جتني صدمة حقيقة من الموقف هذا، وفرت 15,000 يعني، ولا دفعت يعني يقول إلا 300 ريال حق التمتير،
بعضهم يطلع 200 ريال على فكرة، وبعضهم 300 وبعضهم 500، بس يقول هذا طالع معي 300 ريال أو 250، يقول فأنصدمت يعني من المبلغ اللي وفرته. يقول فأصبحت ما عاد أمشي إلا بالمهندس، أخليه يطلع بميتين بثلاثمية 250 على حسب الأعمال اللي هو بيمترها، يتفق معه على المبلغ ويقول يجي. يقول فأشتغلت في التليص، يقول لما انتهيت من التليص ومعطيهم دفعات، يقول تفاجأت، جبت يقول المهندس وجاء ومتر، يقول يوم خلص تفاجأت بزيادة المليص 7000 في التليص. يقول شيء يقول الله العظيم شيء غبن، شيء يقهر. 7000 يعني مثلا الرجال مشتغل ب 35000 تليص، يقول حقه اصلا هو 28، يقول زايد علي 7000. يقول فقمت خصمتها منه ووريته الاوراق حقت المكتب مصدقه وكل شيء والمقاييس وكل شيء. يقول على طول خاطفهم، هم يدرون ان المهندس يمتر بالصنتي لا يزود ولا ينقص، ولا يقدرون يجادلونك اذا جبت لهم شيء من مهندس مصدق. يقول على طول خاطفهمه وخذ الباقي ومشى. يقول نفس الحركة مع المبلط، يقول المبلط تقريبا 4000، يقول حبيب. يقول المبلط ما زاد علي إلا 4000 حبيب. يقول شيء غريب. يقول ونفس الحكاية صارت معي مع راعي البوية، صار عنده زيادة أمتار علي وماخذ علي مبلغ زيادة. فيقول ما لقيت فيهم الصادق، بس نرجع ونقول ترى في ناس صادقين وفي ناس يخافون الله، بس هذا خوينا طاح في ناس الرديين. أجي أنا لموقفي اللي صار معي واللي حقيقة انصدمت فيه. جبت لي عمال يشتغلون تقريبا شغلة زي كذا، فلما خلصوا وكنت معطيهم أنا دفعات وجت النتيجة النهائية، قال لي المبلغ الحين كامل عليك 120000، فأنت عطيتنا دفعات وبقينا الآن كذا مبلغ. قلت زين، أنا والله أني بغيت أعطيه، بس ذكرت سالفة خوينا هذا، فقلت يا ولد ورا ما أروح للمهندس هذا وأطلعه خليه يمتر، وش يضرني يعني بدفع لي مبلغ فوق 100000، خلني أدفع لي 500 ريال قيمة مهندس أو 300 ريال، ما تضرني، يجي يمتر وإن كانهم صادقين فيرتاح ضميرك، ما تقول والله اني ليتني متر بعدين، وانت انا مصدقه يعني حصلت مبلغ وفرته. فقبل ما اجيب المهندس كلمت انا المقاول هذا، قلت يا رجال نزل شوي، 120 يعني غاليه غديك تنزل كذا. تفاجأت انا انه نزل لي 10000، يعني من 120000 قال لي يلا 110، ما في مشكل صديق. شيل لي 10000، انا نفسي ضاق صدري يوم نزل لي 10000، حسيت اني ملعوب علي. شيل لي تنزل لي 10000، لو تلاقيه في الشارع تقول عطني ريال بشتري بيبسي ما عطاك، والحين ينزل لي 10000. المهم قلت خلاص عطني بس 3 ايام واجيب لك الفلوس، اصبر علي شويه بدور اذا كان عندك اخطاء عندك شيء عشان احاسبك. قال زين والله، واطمر للمكتب الهندسي واجيبه ويجيك عطايا الله المهندس، وياخذ الطول والعرض والامتار وعلمه بكم قيمة كذا وقيمة كذا، ويحسبها ويجيبها لي مفصلة ومصدقة بمبلغ 98000، يعني بزيادة 12000 غير 10000 اللي نزلها لي، يعني كان ناوي يأكلني 22000، لكن جزاه الله خير سامحني عن 10، و12000 كان ناوي يأكلني فيها ما سامحني عنها، وهي من حقه. فكان باقي له دفعة بسيطة، جيت وقابلته وأعطيته الدفعة هذه زين، وقال لي بقي، أعطيته كملت له 98، قال بقي 12000، نحن متفقين أنا نزلت لك 10 وخلاص 110 تعطيني 1000. قلت لا يا حبيبي، هذا خطأ، هذه أوراق مفصلة من المكتب الهندسي وحاسبينها بالصنتي، شفتها؟ إذا ما عجبك طلعنا مكتب ثاني على حسابك. فهو من يوم ما شاف أوراق المكتب الهندسي أنطم، والله العظيم إنه على طول إيش قال؟ ما في مشكل، الله كريم، انتهت السالفة.
يعني شوف شلون جاي بيسرك ب22,000 وفي الأخير ما في مشكلة، الله كريم، شيء والله العظيم أنه يفقع القلب. فالرسالة بوصلها لكم، أول شيء كل في خير وكل في الشر، ولا هو بكل المقاولين خربانين، ولا كل أبوهم شينين، ولا كل أبوهم زينين. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، جيت تبي تبني لك بيت، ترى والله ما يضر أنك تطلع لك مقاول 5 مرات، تطلع خل كل مرة تطلع ب500، وهمو ب500 يطلع أحيانا ب200 وأحيانا يطلع ب300، لكن إذا طلعته 5 مرات، مرة للبناء العظم، ومرة للتليس، ومرة مثلا للتبليط، ومرة للبوية، ومرة للحجر إذا كنت بتحط حجر، 5 مرات. إذا كان يطلع معك ب500 في كل مرة 2500، بيتك اللي أنت بانيه يمكن يكلفك فوق 1,000,000. وش يضرك يا أخي 2500؟ توفر لك يمكن 50,000 أقل شيء، 50, 30, 40, 60,000، لأنهم يأكلونك والله وأنت ما تدري. فلا نصير ضحية لهذه الفئة من النصابين حقيقة، ولا اللي فيهم خير إن شاء الله ما عليهم، ما نحب على ما قال، لكن ترتاح حتى لو يكون الحسبة الصحيحة يا أخي، ترتاح أنت نفسيا أنك ما أنلعب عليك. فرسالة أوجهها لكم حقيقة، لا تتعدون المكاتب الهندسية، طلعه خله يشرف على عمارك ويحسب لك الأمتار، وصدقني 100% راح يجيك واحد يعني تكسب منه 10,000 تسترجع دراهمك منه. حق المكتب الهندسي يبيجيك ويبيجيك أضعافه 100%، يبيجيك نصاب، مو بكل أبوهم بيطلعون صح. حبيت والله أنفعكم، وإذا استفدت من المقطع لا تحرمنا بضغطة زر منك وإنك تنشره في جروبات الواتساب في اللي تبي. في حفظ الله ورعايته، والله يستر علينا وعليكم، وآسف على الإطالة.